ايوه لا نسرين، خليكي معي على الخط شوي، خليكي شوي. ايوه ثواني بس. لك بوش كيف؟ بونجورنو؟ لا 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 ما فيقتيني بالمرة، فايق من شي نص ساعة وشربان قهوة الصبح وكله على العال. كيفك انت؟ شو عم تساوي؟ رياضة، يا عيني على رياضتك الصباحية، لهلا بتلعبي رياضة؟ نسرينو؟ لا أنا بأمرك، إمتى ما بدك أنا جاي. إيه؟ خلص لا اليوم ما بقدر، اليوم عندي لازمة، بكرة. بكرة أنا بكون عندك الصبح وبنشرب قهوة الصبح سوا، ماشي؟ أوك ديري بالك على حالك، يلا باي أمور، باي باي. إيه، أوكي، يلا باي. قولي احبك كي لا صوتك يسعد لي صباحك. شو شايفه هالتليفون كثير زاد من نشاطك مو هيك؟ بس لو تعرفي منين اجاني هالتليفون. منين؟ هات لشوف. وديع وديع صديق عمري. انا تاخرت كثير حبيبتي، صار لازم امشي، باي. معقول يكون حدا عم يسفق ايده وطلع ولا لسه؟ صباح الخير صفاء. اهلين جارتنا، تفضلي. لا شكرا ماني فاضيه، الشغل لفوق راسي. يلا لاحق، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، فوتي. بدك الصراحه صفاء، انا جاي اشكيكي على جوزك امجد. جوزي؟ شو بو؟ اهلا وسهلا استاذ امجد، تفضل. لا تواخذينا جارة، الله معك. معقول اللي عم يسمعها؟ أمجد يلطش هاي؟ صباح الخير مدام صفاء. أهلين سهير، إذا بدك تسألي عن أمجد هو بالطريق لعندكم. الحقيقة مدام أنا ما عم بسأل عنه لأنه هو وصل على المكتب. خير لك، شوفي يعني أنا ما بعرف شو بدي أقلك، أنا خايفة فتحه بالسيرة يقوم يقلعني من المكتب وين بدي أتوظف. سيرة شو؟ عفوا لا تأخذيني، بس الأستاذ أمجد كأنه بعمره ما شاف ست. شو عم تقولي؟ عفوا يا مدام، بس انا صلي صابرة عليه 360 يوم، لا قصدي 312 يوم لانه انا ايام الجمعة بعطل. صابرة عليه كتير. اوف اوف اوف، وكل هالايام وانت صابرة وما عم تقولي لحدا؟ دخيلك يا مدام صفاء، دخيلك، اوعي تقولي له انه انا اللي اشتكيت لك. اي الله يخليكي. اي ولا يهمك ولا يهمك، انا بعرف كيف بدي فاتحه بالموضوع. دخلك قولي لي بمين غيرك عم يتحركش بالمكتب كمان؟ كتار كتير. راح اعدلك مثلا عندك شي 5 رواب، رواب تقال على كيفك. عندك 3-4 بناطلين رسمي، هدول هذا غير بناطلين الجينز. بعدين عدي، عندك كذا كنزة وكذا قميص وكذا كندرة، هذا ما عدا اكسسواراته اللي بتعلق على الرقبة واللي بتتعلق بالإيدين. ويل وانت بتعرفي شرطي لحتى تستلميه؟ ها؟ وانت قلتي اها. قدي الساعة هلأ معك؟ براد نص عمره بحالة لا بأس بها، والسعب مغري جدا للاتصال بين الساعة 12 و12:05 ليلاً.
نظيرة؟ اه صارت الساعة 4 ولا حدا لا ما شرف؟ اتصلي فيه على المكتب واستفقدي. ليش مين قال لك ما اتصلت؟ قال راح يتغدى عند صهره. ايه معناتها اتصلي لصهره لأمجاد وشوفي إذا كان هنيك. شلون بدي اتصل؟ ماني طياب معهم أنا. صفوقة شو رأيك اتصل لك أنا؟ شوف لك إذا كان هنيك ولا عم يكذب عليكي. والله جبتيها يا نظيرة. قومي لقلك. ها نحن لها. لشوف لك رقمهم بس. مانك حافظتي؟ لا لا ما بتصل فيهم ابدا. يلا هاتي. ايه بقول لك يا بس لحظه اذا سالوك مين انت مين بتقولي له؟ لا تخافي علي بدبر راسي. دقي دقي. الو 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 بونجور مبارك ما عملتو؟ لا مو ضروري. ولا قال لك انا سكرتيرته للسيد امجد. لو سمحتي ممكن احكي معه؟ طب ميرسي. خلص خلص سكري نظيره. خلص عرفت انه هو ببيت سهره. خلص ايش ايش. لا 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 حزير اكيد. وداد شو يا ملعونه كيف عرفتي اني انا هون؟ خايف علي ما اعرف وين بتروح وين بتجي يا مجودة؟ صحيح انت ما بنخاف عليكي. قليلي لشوف خبريني جوزتي ولا لساتك على حطة ايدي؟ ولي لا لا قصدي يعني انا لهلا ما تجوزت. حلو وانا كمان لسه ما تجوزت. صرنا اتنين مو متجوزين. المسخن شاطر. معقولة؟ معقولة كل هالعمر ولسه ما تجوزت؟ لسه ما لقيت اللي بتستاهلني. بتعرفي ام الود انت الوحيدة اللي بتستاهليني. بتعرفي وداد انت الوحيدة اللي بتستاهلني. سمعية تتذكري البيت اللي استأجرت لك اياه؟ ولا السيارة اللي سرقتيها من هون وكسرتيها من هون؟ امجد هاد اللي عم يساوي؟ ولا تقول حاسب حساب لانه مرق قاعد عنده بالبيت؟ انا بفرجي. ولك يا جدبي هو هاد اللي بده اياه انك تحرديه وتفضي له البيت، مشان شو؟ مشان يفضل له الجو ويروق على كيفه، ولك شبنا؟ مزبوط حكيك نظيره. رح ضلني قاعده فوق قلبه وحتى على عينه كل فصوله الناقصه. اتروحي نتفلك صفوقه. شو مانك معبيتي العيون لجوزك حتى عم يتطلع هون وهون؟ لا وانتي صادقه هو اللي عينه فارغه ونسونجي ويا من ترى بس يشوف انتاي بركض وراها مثل الكلب. صفاء صفاء اوعك تصدقي كلام الناس. كل وحده بتحكي لك على جوزك بتكون كثير كثير غيرانه منك وبدها تخرب بيتك. مزبوط حبكيك بدهم يخربوا بيتي. طبعا لو ما بدهم يخربوا بيتي ما كانوا قالوا لي انه جوزي عم يتحركش فيهم. ما فشروا. يلا صفوها استهدي بالرحمن حبيبتي وضبي ثيابك ورجعيهم لمحلهم. لك طنشي دخيلك ما في رجال منيح. لك شلون بدي طنش وانا شايفته بعيوني وسامعته باداني هو عم بخبص. فاتحي باللي شفتيه وسمعتيه، لا تخافي. ما بدي فاتحه. غريب، بالعاده لما بيجي متاخر بتوقف لي على الباب، بتتخصور لي وبتردحني. بالظاهر نايمه طب. وانزل يا جميل عالساح وتبختر كده بالراحة. شو استاذ؟
مبكر كأنه كتير اليوم. بونسوار. روحي لا تقرقي علي الله يخليكي، كان عندي شوية شغل بالمكتب خلصتهم وجيت. وشو هالشغل المهم بالله يلي بخليك تنسى انه لك مرأة قاعدة كل النهار وعم تستناك على نار؟ نعم، شوفي بلا حكي فاضي الله يرضى عليك يا. ببساطة شديدة، كنت بالجاهة تبع خطبة بنت اختي. خلصت من الجاهة، تذكرت انه في الخبير الانجليزي بالمطار، لازم روح جيبه. حملت حالي طلعت على المطار، جبته للبني ادم، نزلناه بالاوتيل، امنا عليه ضيف هاد، بصير نتركه؟ قعدت انا وياه شوي، اخذته وعطيت بامور الشغل بمستلزماته وحملت حالي وجيت لاحضانك. حلو كثير هالتبرير، واقتنعت فيه انا. بالمناسبة بكره عازمه على العشاء، حطي الموضوع باعتبارك من هلا. مهما برر لك تبريرات رح تردي عليه، واجهيه بالحقائق ولا تخافي. خايفه هلا واجهه يقوم وفلت علي مثل عادته بهالليل ويجمع علي كل هالحاره. لكن خليها لبكرة الصبح وهزي له بدنه هو عم يشربها للقهوة. مزبوط، هيك أحسن شيء. ما قلت لي روحي شو ناوي اليوم تطبخي لنا على غدا؟ وليش ما بتوصي على أكل جاهز؟ أكل جاهز؟ هو خطر لي وصلي على أكل جاهز، بس بيني وبيني المسيو جاك ما بيطيق الأكل الجاهز، بحب الاكل المحلي وشغل البيوت، الاكل اللي بيعبر عن بيئتنا عن واقعنا، خصوصي بعد ما سمع عن طبخاتك الطيبين. هلا انت اكيد قلت له الحكي؟ حبيبتي ليش انا بكون عم كذب اذا قلت انه طبخك ظريف وقلت عنك طباخه ماهره؟ عم عبر عن اعجابي فيكي. اصلا هو تاركك طباخه وغساله وسنترال لمعجباته. شبك شردتي؟ وين عم تفكري؟ لك اوان فاتحي بالموضوع وقلي له انك نسونجي وحقير. صفوقه صوص ما تردي علي؟ ايه شو عم تقول؟ صار لي ساعة عم بحكي معك، شو بنا؟ ما سمعتي ولا كلمة؟ مبلا بس يعني انا مستغربة انك انت هيك عم تحكي علي. يا ستي اذا ما عجبك اللي عم بحكي عنك بغيره. وشو بدك تقول؟ بقول اني تجوزتك لاني ما لقيت احلى منك بالبلد كلها. يا ستي كذاب وميت كذاب كمان. اتروح عينه شلون شلمني شلم وهو عم يحكي معي على التليفون. قال شو؟ قالوا ايه نظيرة شو لازم اعمل بقى قليلي؟ وضعك صعب تقدريني كتير صعب اذا بدك الصراحة، يعني هو تاركك للطبخ والنفق والجلي والغسيل وعم يدور على حل شعره. تعرفين كل ما بفكر انه بدي احكي بالموضوع واجهه فيه بتحمى وبتزمى، ما بعرف بعدين شو بيصيرني، بخاف وبتبلكى وما بعد ولا كلمة تطلع من تمي. معك حق تقبريني، معك حق، انت ما بدك تخربي بيتك بايدك بعرفي. ايه بس هي مو هي اللي عايشة انا نظيرة. بتعرفي الحق علي انا. ليكو على الحكي ليكو، ليش الحق عليكي تقبري قلبي ليش؟ ايه ما شاء الله حولك وحواليكي كاملة ومكملة متقنة ومرتبة ومنما جميعه، لا وغير هيك ما شاء الله ذكية وحلوة، ايه شو بدي احسن من هيك؟ انا الحق علي اني عودته دائما اغفر له كل اخطائه، ايه بعدين دائما بحسسه انه هو محترم جدا ورأيه هو الصح. نظيرة ردي على التليفون. ايه شو علي تقبريني برد على التليفون؟ ايه؟ الو نعم. اي نعم؟ هون بيت مدام صفاء. بس ليك هي بالحمام ها؟ مين حضرتك بلا صغرة؟ انا بنتها. قصدي انا امها. اختها في شي بتريدي خبرها اياه؟ بس ما عرفتيني على حضرتك. اخت سهرة لامجد. ايه ميت اهلين وميت سهلين. يعني قلة بنات بالبلد لحتى يتحركش بقرايبينه. طولي بالك تبريني، طولي بالك. معلش زعي يا بدأني. معلش خلص بس تطلع من الحمام انا اللي بخبره. العمى طبشت السماعة بخلقتي.
تعطيني الخط. ولي شو بدي إلا؟ أحسن شي بقول لها النمرة غلط. شو؟ بتعرفي؟ طلعت النمرة غلط. لا لا دخيلك استاذ امجد، عفيني من هالمهمة. لك يا شباب شبك نعنوع ونغنوغ؟ بعدين انت مسحوق خيرك ما في خير لحدا، شبك؟ حبيب قلبك امجد، اخوك امجد مزنوق وقاصدك بهالخدمة، بتنقذه بتطالعه لازم مثل الشعرة من العجين. الله يخليك تعفيني من هالشغلة، انا مو ناقصني مشاكل، مو ناقصني يا اخي. لك لا مشاكل ولا يحزنون، انت الثاني ليش معقدها؟ شغلة بسيطة كثير، بعدين لن ناخذ من وقتك سوى القليل، القليل يا اخي. طيب وبركي انكشفت؟ اطمن حسام اطمن يا اخي، ما رح تكشفك، بعدين انت مالك واثق من انجليزيتك؟ يعني يا استاذ بيني وبينك انا بالقرايه ماشي حالي، بس بهذا المحادثات وخدني جيتك لو بتشد ايدك. لك ايه ولا يهمك، اساسا هي ما رح تفهم عليك ان حكيت ولا ما حكيت مثل بعضها كله. هلا ممكن تقلي شو اللي خلاني اجي ببالك انا؟ شكلك يا اخي، كسمك اجنبي، كل شي فيك اجنبي، مسك هاي لشوف، مسك فتيل فتيل، يتسلم لي عينك على هالفتلة، حتى فتلتك أجنبية، لك حفرة عيونك من هون، تقويصة حواجبك، فورم شواربك، خصلة شعرك، كلك أجنبي، أجنبي دخلك. أنت سألت الوالدة شي مرة عن الوالد إن كانت أصوله يعني أجنبية ولا بلدية؟ شو أنت عم تتمسخر علي أستاذ أمجد ولا شو؟ ما عم بتمسخر عليك، ركز شوي بقى، ما عم بتمسخر، شوف شوف بروفيلك أجنبي إنجليزي. هو أنا بصراحة كانوا يفكروني أجنبي، يعني ما فوت على محل إلا ويلكم مستر، اذا بدي اطلع اورفار مسيو، هاي سينيور، كله من العالم هيك. بس هلا يعني ما شو هلا يعني هلا راحت علي بصراحه. لك شو راحت عليك وما راحت عليك، لا تبطخ وتقلي راحت عليك، لساتك بزهوتك بعزك، اطلع على هالشبوبيه ما احلاها. بس اليوم شو موعدنا على العشاء مثل ما اتفقنا؟ طيب يعني استاذ امجد نحن ما بنقدر ناجل الشارع كم يوم يعني. لك خلصنا بقى، خلصنا، حاجه تدلل علينا بقى، لسه عم ندللك ندللك وننفخ فيك ونقول لك اجنبي وفورمك اجنبي وشكلك اجنبي وانت بتتدلل علي. لك شبك يا اخي، شبك، شغله بسيطه، بعدين عم اقول لك موعد مصيري، موعد كتير ضروري اليوم، شوف صورتك يا بني ادم شوف. قولي شو استاذ مالا اخت هاي؟ ايه هات هات بلا غلاظه هات. قال مالا اخت؟ قال لا سيدي وحيدة وما لا أخت، فردة وما لا أخت، انبسطت ارتحت هيك. حسام أنقذني ببوس إيدك، ترى صفاء في شي عم يدور بمخها، الله أعلم شو هو، بس هي ما لا مرتاحة، يعني في شي ببالها وما عم تسترجي تفاتحني فيه. إذا ما خاب ظني أكيد عم تصمد لك يا وبدها تفتحك فيه فرد مرة. بجوز، بعدين مدري ليش عم تتصل فيه وتدقق علي بكل حركة، بتعرف أكيد قلبها قايلها. طبعاً باللغة العربية. أهلاً ما نحكي أي شيء بحب أعرفك، سيد جاك خبير إنجليزي بينحدر من أصول هندية. ويلكم ماي وايف صفاء. يور وايف شي سو بيوتيفول. ثانك يو ثانك يو. تفضل تفضل. وين شايفين الوش أنا؟ لا هذا أجنبي. Have a seat, please. عود عود بالعربي عود. تفضل تفضل. يا صف صف. صفاء الأجانب قبل ما يتغدوا أو يأكلوا أو يتعشوا دائما بياخدوا كاسة عصير بيحركوا فيها معدتهم، فخلينا نضيفه كاسة أورنج جوس. Thank you. عصير برتقال. You welcome. تعرف حالك غبي بالانجليزي، ضروري تتفضحل علينا والترغيب. اسكت حاول تختصر يا اخي، شو صار لك؟ شبك شبك شو تعرفني انه هي بتحكي؟ بليز مستر جاك. ثانك يو. انا ما بدي شكرا لك. عادي انت عادي معنا، ليش واقفه؟ عادي. اوكي اوكي. مستر جاك بليز تيست اور فود. واو ديليشيز. أنا بستأذنكم شوي، مومنتو، هي بالطلياني عم بقول لك. سيلف يور سيلف سير. ثانك يو فيري ماتش.
ماشي. لعنة كبرت متقن الدور تمام. خرب بيتك انا اشجع على شلون ما كوتشي طالع منظره مثل الشومبي. لك تقبري قلبي على هالصوت، تقبري قلبي. مجودة مين غير مجودة؟ تسلم لي عيني. ليكي تسعة تمام، بكون عم دق لك الجرس طن طن، تفتحي لي دغري. ايه يلا باي 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 باي، بحكي معك بعدين. يلا ايه اذا صار لي قبل ما اطلع بحكي معك. يلا باي. وين مور بليز مستر جاك. يا حبيبي شو طلع على وش شبرك ابدا، يعني اعمل له سكبه ياخذ معه على الفندق. عن جد دو لايك شبرك؟ اي لايك ات. اعملي له سكبه معناها مدلله، ضيفنا هذا لازم ندلله. شوفوا له هلا هلا بتعمل حالك انه بطنك وجعك وصار بدك تروح على الاوتيل، فهمان؟ امرك عم جد بيك، امرك بتحط كل شيء من ايدك هلا وبتخلص اكل وبتخلصني من القصه كلها. قصدي على الششبره؟ اما على الششبره اسال كل شيء من ايدك وبلع اللي بدمك. قلت لي يو لايك ات. يس يس. صفاء انا خايف معده تكون ما تحملت اكلنا، لانه لسه هذا الاكل هذا النوع جديد عليه، فانا رح اخذه هلا يا على المستشفى يا على الاوتيل، لانه اذا صار له شيء هون عندنا بالبيت بنبتلي نحن اثنين. بروح معكم لمستشفى. وين بدك تروحي معنا انت؟ خليكي هون اخفي لي الاكل، ما بدنا اي دليل. خليني امشي هلا، روح انا وياه دقعاني ما بعرف شو اسوي. بليز بليز بالمكتب ما في حدا عم يرد. وينه لهلا؟ وين بده يروح يعني؟ الو اهلين مجودة، كيف وجاك؟ طمني. ايه يا مسكين يا علي، ان شاء الله هذا لانه معدته مو متعودة على هذا الاكل. ايه طيب، وبعدين بعد ما ترجعوا من المستشفى لوين كنت تروحوا؟ طيب حبيبي شو رأيك اجي واقعد عندك يعني مشان سليك معه؟ طيب خلاص. اي خلاص، انا فكري ساعدك. خلاص اوكي باي. راحت معه للصبح وبعدين يعني؟ Thank you.
خلاص بعد جاك خلاص. نو بليز ام جاد يور فريند. قولي صفاء قومي. يخرب بيتك. قولي على قامتك. قولي على قامتك انت. قولي على قامتي انا اللي حاوي وحده مثلك بهالبيت. البيت وبحكي معها بقناعة انك كنت معزوم عندي على العشاء. خلصني بقى يا اف. ما تصغري مدام صفاء، يمكن انا نسيت نظاراتي عندك على الطاولة. وانا عم اقول وين وين يا صفاء، شايفة هالوش؟ الله لا يعطيك العافية يا حسام ولا يوفقك يا لالي. شرف خلصني. استنى حبيبي. شوفي خير. بدي توصلني بطريقك على بيت اهلي. تعي لقلي. غسيل لبسك ما بنشرق قدام العالم نحكي، بس ارجع على هون نحكي بالموضوع. ما في داعي، مبينة واضحة مثل عين الشمس، أنا ما عاد بقى لقيت لك بالبيت ولا دقيقة. الله تعالى، وين عم تطلع؟ وين عم تطلع على ما فعلت يداك؟ عم تشوف شو سويت فيه؟ يخرب بيتك. رح تخرب بيتي أنا والمنى. لكان بس أنا يخرب بيتي. ولك ولا لك مو الحق عليك، الحق اللي اعتبرك رجال، الحق اللي اعتبرك بتفهم، مو تاريك خروق ابنه ما بتفهم امور الرجال. امسك لي هي شوي. ايه بدي اخرب بيتك. قول عم تبالغي انت ام هاني؟ ما بصدق انك. لا والله يا ست وفاء ما عم بالغ بنو. ايه وبعدين ام هاني؟ يا ستي اسمعوا لكم. ايه بلا ما نحكي عن واقف، خلونا نقعد. عزفي وسمعينا. بقى لقيت احسن حل حتى ما تزيغ عينه هيك ولا هيك. لقيت انه ما خلي بجيبته ولا فرنك. مزبوط عم تحكي، طالما الرجال ضل معه مصاري بدير ظهره عن بيته، بينسى انه له حدا. لا وفاء، مو كل اصابيعك مثل بعضهم. ام هاني شلون يعني ما بتخلي معه مصاري؟ شوفي اسمعي يا ستي، كل يوم الصبح قبل ما يروح على شغله بوقف له وبمد له ايدي وبقول له هات اعطيني. وطبعا بيعطيكي. مالك علي يمين، ما بخلي بجيبته غير اجره السيرفيس. دخليك وشو بتعملي بالمصاري اللي بتاخديهم من جوزك؟ عدم المؤاخذه مو مبين عليكي يعني اثار النقم. صحيح ام هاني، شو بتعملي فيها؟ اكيد اكيد بتصمديها. عدوا على اصابعكم. بشتري لحمه، بشتري رز او برغل، اذا زاد معي مصاري بشتري شويه فواكه، بس اغلب الاحيان بشتري بزر وقضامه بنقرشهم انا وجوزي بالسهره. ما تروحي انت الثانية الا دفش، لو انا بكل عقل وعقلين قاعدة عم اسمعي، ما بخلي معه غير اجرة السيرفيس، إيه هذا هو اللي عم تشتريه انت، هو مجبور يأمن لك اياه، شو هالحكي؟ لكن ليش اسمه رجال البيت؟ يا فرحتي فوق شغل البيت بدي روح انا كمان اشتري غراض. لا، واللي بيسمعها انه ما بتخلي مع جوزها ولا فرنك بيقول لحاله بتشتري لها شي اسوارة، شي شغلة محرزة. منين يا حسرة؟ يا جماعة، يا نحن أوادم زيادة عن اللزوم، يا أما خام زيادة عن اللزوم. يا حصرتي نحن أضرب، ما منفكر إلا باللقمة اللي بدنا ندولقها نتسممها يعني. أما شو طالع موضة، شو طالع مطرب جديد، أما روحة حلوة نملي عيوننا فيها فلا. الحقيقة مثل ما قلتي وفاء خانو، أنا خام ما بفهم بهالدنيا غير الأكل والشرب. بس الحياة الزوجية برأيي مو بس أكل وشرب، الحياة الزوجية حب، تفاهم، ألفة، وأهم من كل شيء الثقة. لك يسلم هالتم يا لولو، كل اللي قلتيهم كنت أنا بدي أقولهم، بس أنا ما بعرف رتبهم، الحب والتفاهم، بقصد التفاهم والألفة.
دخلين؟ شو الفائدة إذا فضينا جيوب جوازنا وما قدرنا نفضي عقولهم من الشيء اللي عم يفكروا فيه؟ ليش أنتي حاسة نفس الإحساس اللي أنا حاسسته بجوزي؟ إنه عينه زايغة؟ لا أيوه، نو عدنان بعرفه، رجال عصامي من بيته لشغله ومن شغله لبيته، وما عنده يعني بلا مؤاخذة ملعنة مثل بعض الرجال، بعدين أهم شيء إنه نحن الاثنين بنثق ببعضنا. يا حبيبي مو شاطرين غير بشرب القهوة. بحطوا رجال وبينزلوا نتف بدقنهم، ونحن شو مثل حمير الطرادة نازلين على طح طح. أحم هذا جوزي. قولي. أهلين عدنان. أهلين وسهلين. حماتك بتحبك عم بشرب قهوة أنا ووفاء ومهاني، تعال اشرب معنا حبيبي. لا لا صحتين وألف عافية، أنا ما بدي روح غدائي، ارتاحوا ارتاحوا أنتوا. صبرني إن شاء الله. إيه وين وصلنا بحديثنا؟ إيه لا بدنا نروح على بيتنا، عيب الرجال جاي يرتاح ببيته ما حلو يلاقينا بخلقته. لا هي والله ما بتروحوا لنكمل حديثنا عدو. بتعرفي لينا بهزك فعلا على جوزك. هذا من لطفك وفاء. لا عن جد عم بحكي، كامل مكمل مربى ببيت أهله أكابر مو مثل جوزي. يلا 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 ترك جوزك تلبك، شفتي بعينك ماني؟ هذا الفرق بينه وبين جوزي، جوزي ما بيتفرك عشانك بشك حاله مثل سيخ اللحمه بين النسوان وبيبلش قده يلعي معه. لا لا جوزك اللي بيقوم عشراني، ما في حدا ما بيوقع. لك تقبريني لينا هذا الظاهر، اما الباطن بحكي لك عليه. ومين هاني الام اللي ياخذ راحته ببيته؟ عيدوها. شو نعيدها؟ طبعا ما نعيدها. مع السلامه هاني. الله ان شاء الله بتروحوا نتف. سألها حبيبي صار لك شيء؟ ما صار لي شيء، مو مشكله، خلصتوا الاجتماع الثلاثي. لكن شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيع وقت. فينا ديري بالك، هدول الجماعه ما بتعاشروا بنوبه، يعني علموك الشغله مالك فيها. مثل شو عدنان؟ انت ادرى مني بهالشيء. دخلي؟ هي حفيظه ام الكزلو، لوين نضرب يودي؟ قصدي وين ساكنه بالحاره؟ ساكنه براس الحاره، بعدين ما اسمها حفيظه، اسمها ام هاني. ستي ام هاني ام راس البصيق كله مثل بعضه، المهم الاسم مو على المسمى. وانت شلون شفتها؟ بعلمي حاطت راسك بالارض من اول ما فتت لوقت ما راحوا. شبكي لمحت وانا عم بتضحك على الارض، منين شفتها يعني؟ ما شفتها منو؟ بعدين رح تفتحي معي تحقيق؟ الواحد ما بعدين ما لك شافتيني عم باكل؟ ها عم باكل. هو ليش بدك الاكل بارد؟ المجدره مو طيبه الا بارده. خي خي صفني القهوه والصفي المجدره. انا روحي اواه روحي روحي. الو مين؟ لك انا ما قلت لكم اتصلوا لهون غير ما بيكون ظرف طارئ. شو هالحكي؟ يا لطيف عن جد؟ لا لا جاي فورا مسافه الطريق. للوش يا للوش. ايه ايه حبيبي. انا بدي اكون مع حسين اتغدى معك. ليش؟ اتصلوا فيه من المصلحه لامر ضروري كثير. ايه بتتغدى وبتروح. لك حبيبتي ما بحسين، عم اقول لك الامر طارئ. ايه لك خلص عم خلص. ايه خلص يلا باي. ماله بالعاده يرن التليفون بهالوقت ما هي؟ ما قلت لك انه بدهم ياني بالمصلحه؟ كم مره بدي اقول لك؟ حبيبي امتى بترجع؟ ما بعرف ما بعرف، خلص على التهوي. مع السلامة. الله يسلمك. يو ليش هيك انعبط؟ وانخطف لونه؟ ماله بالعادة؟ ابصر. سكر التلفزيون ولهلا حضرته ما اجا. ليش ما اتصل تليفون؟ معقول يكون مقطوع الخط؟ في خط. معقوله رفقاته دقوا له تليفون وعازمينه على الغدا حتى ما تغدى؟ وانا التاني قديش نجدبه؟ ايه ما في غدا بيطول لهلا. شو؟ بلاقي شرفت. شو شايفك صحيانه لهلا؟ يعني شلون بده يجيني اليوم وانا ما بعرف وين اراضيك؟
فهمت عم حل مشكله هيك، معك حق انه تقلع علي، بس اختي وصهري متخانقين شوي، متزعلين، فكلمه منه كلمه منها ما لقينا غير الوقت سرقناه. على علمي اللي اتصلوا فيك بالمؤسسه مو اختك. منو قال لك؟ انت قلت لي وبالعلامه قلت له جاي. ايه بس هي الخناقه بين اختي وبين صهري، وانا ما رضيت اقول لك لانه بعرفك انه انت بتشمتي فيها لاختي، وبعرفك بالاساس ما بتحبيها. عدنان، ملاحظ انه طباعك تغيرت من اول ما حطينا التليفون لهلا؟ لينا؟ شو صاير له؟ شو يا؟ بلاي خطف لونك وما جاوبتني. لا ما في شيء، بس انا شوي هيك تعبان من الشغل، واجت شغله اختي زادت الطين بله، فمكركب انا. حبيبتي يلا روحي نامي، الصباح ربح. روحي علي ان شاء الله. انت نام. انا رح نام. ها مشكله اليوم. مضى على زواجي 3 سنوات، عشت فيها حكاية حب كبيرة. في السنة الأولى كان زوجي يتفرغ لي ولبيتي. منذ 2 اختلف الوضع وصار يتأخر عن الحضور، وأحيانا يعود بعد منتصف الليل. حبيبتي شوفي حالك، شو عم تعملي له لجوزك لحتى عم يرجع بنصاص الليالي؟ بس يعني ما في دخان بلا نار. خرفت هي مبين عليها. لك شو عم تبربري؟ لك ما عم حاكي حالي ولا شيء، بدي اسالك سؤال، هلا انت شو رايك بواحد بمل من مرته بعد 3 سنين؟ ومنو هذا اللي مل من مرته بعد 3 سنين؟ هلا سمعت بالراديو مشكله، وحده جوزها ما كان يفارقها بالمره، قام فجاه صار يهملها وما يرجع لنصاص الليالي. ايه، وبعدين شو صار؟ انهز بدني قمت طفيت الراديو وما كملت. لا لا لا، يا ريتك كملتي، كنت سمعتي الحل؟ ايه مبين الحل، اكيد حردت وراحت على بيت اهلها. ايه، وهو شو بده يصير فيه؟ هاتي لنشوف يا حلات المشاكل. اكيد ما بيصير فيه شيء، بده يدور على غيره. لا هي القصه ما بتصير ولا بالافلام. بالله اللي حضرتك شو ممكن يعمل؟ حتما بده يلحقها على بيت اهلها ويقنعها انه ترجع على بيتها، ويبررها ليش عم يتاخر، لانه اكيد عنده اسبابه. والا للوش حبيبتي لخربان البيت مو سهل. لا سيدي، لو ما كانت حاسه انه عم يهملها ما كانت شرشحت حالها وبعتت مشكلتها على الاذاعه. عدنان، نحن قد ايه صرنا متجوزين؟ صرنا شي 2 سنة و15 يوم. ليش هالسؤال؟ يعني باقي 11 شهر و15 يوم، واذا سنه كبيسه. لك شو كبيسه؟ وين المخلل؟ جيبي مخلل. ايه يلا. كيفك أمان؟ أهلين عدنان، كم مرة بدك تسلم علي اليوم؟ حابني شي؟ ايه حابك. شو وسيم؟ شايفك رجعت الدواي. ايه شو بدي ساوي، ما طلع لي إجازة. قال شو كريزة الرمل ما إلها إجازات. سيدي الله يطعم محمد اللي طالع هيك قرارات، والله يطعمه كريزة أخت الكريزة تبعك. قول آمين. لا بعيد الشر، إيه ما بتمناها لعدو، الله لا يطعمك ياها. لك بالمناسبة من شوي مرقت دلال وتركت لك رسالة شفوية. شو مضمونة؟ بتقول بالحرف الواحد قله للأستاذ عدنان استوى اللوز. هيك قالت لك استوى اللوز؟ وبإصرار. افتحي لقلك. شو؟ لساته وقع جار ما استوى. ان شاء الله القريضة، صدي حاطته أكثر من ساعة ونص على النار. بدك العدس يستوي؟ ايه نقزي. نقزه؟ ماشي. باه! باه! ايه لينا شو شايفتي حرامي؟ باه! باه! افتحي الغطاء، اللي بده ينقز العدس هيك. وأنا شو حوبي قال عم قول له باه باه باه؟ مهما كان، العدس راسه يابس مثل الرجال، بتدلقي عليه كاسة مي بتلاقيه نقز وفتح واستوى. هي أول مرة بسمع فيها لهالشغلة. لك وين رحتي؟
هلا كل الرجال راسهم يابس؟ مو كلهم، اغلبهم. هلا جوزك شلون اجت على باله هلا هالاكله؟ شلون؟ ما بعرف، كان نايم وعم يبربر عم يقول استوى اللوز استوى اللوز. شو جاب اللوز للمجدره؟ ما انا سالته هالسؤال لعدنان اول ما فاق من النوم، قلت له شو كنت شايفه بمنامك؟ قال كان شايفني عم بسلق عدس، قام داقهم لقاهم مستويين، من فرحته قد ما بحبها لهالاكله صار يقول استوى اللوز استوى اللوز. اضرب عليك شو حوبه؟ حوبه؟ ليش هيك عم تقولي وفاء؟ ما بتعرفي يعني ليش الرجال بيقولوا استوى اللوز استوى اللوز؟ ليش بيقولوا؟ شفتي؟ حوبه. لك عمي نيالك، هلا بتفوتوا على الاجتماع وتمركوا ليرات. لكن شو بدك يعني نجتمع يعني هيك لله بالله بلوشي؟ دخلك اللي قديش بيطلع لك تعويض عن كل اجتماع؟ يعني هيك شي بدك تقول شي 100 ليرة. سعي ذكرتني لازم اتصل بمرتي ضروري. لا بلا الو. مرحبا للوش حبيبتي، نسيت اقول لك اليوم الاربعاء اليوم الاجتماع الاسبوعي تبعنا، فانا يمكن اتاخر. لا تستنيني اتغدي. قديش بده يطول الاجتماع؟ كالعاده يعني ما رح تجي على الغداء؟ لا انت تغدي وانا بس اجي بدبر حالي، انا بتأوتل لحالي. عدنان نفسي هافه على الحلو، جيب لي معك كنافه نابلسيه المدلوقه اطيب. مو على عيني، تكرم عيني تكرم. ايه على راسي على راسي. ايه حسيتنا على التعويض ما بقدر. الخانم طلبت طلب، بده 3 تعويضات لينجاب. شو طلبت؟ وطلبت الطلاق. ايه معلوم لكان بنات العالم مو لعبة بين ايدين. شفتي يا ريتني ما سكرت الراديو وسمعت مشكلتها للاخير. دخلك ما قالت شو اسمها هاتي عنك. ما بعرف على نوندال. ايوه انت شو رأيك بهالمشكلة؟ شو رأيي؟ انا ما اكون محلها بعمل جريمة. جريمة؟ بقتله وبقتل حالي، لكن بعد هالعشرة يتخلى عني؟ يعني ياكلني لحم ويرميني عظم؟ بتعرفي أنا إذا صار معي هيك مع جوزي عدنان شو بعمل؟ شو بتعملي؟ بحلها بيني وبينه، لا بشرشح حالي ولا بفضح حالي، بنحلها حبية لا مين شاف ولا مين دري، وكل واحد بيروح بطريقه. ليش هالرجال كلهم نفسهم دنية ما بعرف؟ إلا جوزي عدنان يقبر قلبي، أنا مثله لسه ما شفت، وأنت شفتي هلأ بعينك وسمعتي، وين ما كان بيتصل فيني من بيته لشغله ومن شغله لبيته، وأنا إمتى ما بدي إياه بلاقي. أنا ما بصدق هالشي، ما بيصير، هيك كان جوزي، بس أنا شو كشفته بسرعة. كشفتي؟ بشو؟ إنه عينه زايغة وما بيوفر النملة. شو هالحكي؟ معقولة؟ إيه مثل ما عم قلك. ما فهمت عليكي، شو عم تحكي أنت وفاء؟ شو هالحكي هذا اللي مدري شلون فوق الأساطير؟ اللي علينا شو حوبة، شلون بدي أشرح لها؟ هذا يا ستي مرة من المرات يعني اجت لعنا جارتنا اللي كانت هون ساكنة قبلك بهذا البيت، وصدف انه جوزي كان اخذ اجازته السنوية بلا طول سيرة، ما لاقي لك الا جوزي ويطلب بقى مني هالطلبات، وانا الجدبة روح بسرعة ونفذ له كل طلباته. روح يا وفاء هذه كاسة مية باردة من البراد. روح انا وصب. روح على هالمطبخ وارجع وجايبت له كاسة هالمية. روحي يا وفاء وجيبي لها الصحون اللي اشتريناهم من مضايا. بريم انا تراك ارقد وام عقله عقلين، احمل هالصحون وورجيها ياهم لجارتنا. روح خنق انا وجوزي. روحي يا وفاء وتعي يا وفاء، وانا كل روحه وجيه ارجع شف لك جارتنا الله يذكرها الهي بالخير، وشها معبي ومحمر ومتلبكه. ايه وبعدين؟ وقعدت معها وصرت حادثة مشان أعرف المقوش شو حاكي معها أو ملطشة شي كلام لحتى عم تعبق هالمرة، مع إنه حرام حتى ما يصير كذب. ما سمعته حكى معها ولا حرف القد. طيب ليش حمر وشها وتلبكيت؟ جايتك بالحديث مدري شلون، وهي عم تحكي معي التفتت هيك على جوزي لقيت لك يا المقوش يروح قتل عم يدبلها بعيونه وهو عم يسمع حديثة. شلون؟ هيك. عن جد؟ ومثل ما بتعرفي جوزي عيونه مثل الهيئة بالعجين، بقى لا تقلي لي كل الرجال مثل بعضها، بس كل رجل وله طريقته. لا الحمد لله عدنان ما عنده حركات مثل حركات جوزك. بنوب بنوب.
هلا انت مثلا جوزك وينه؟ لكن ما شفتي شلون قبل شوي اتصل فيني وقال لي انه عنده اجتماع؟ وخرط مشطك هالشي؟ ليش لا حبيبتي ليش لا؟ تفضلي اتصلي بشغله، إيه لا عنده اجتماع ولا هم يحزنون. وفاء هلا بتصل فيه بورجيكي ها؟ اتصلي واقلعي لي عين تاني التنتين. شوفي انا واثقه بعدنان كثير، واذا كنت رح اتصل رح اتصل مشان ارجيكي انه الرجال مو مثل بعضه. تفضلي. رن. ما حدا عم يرد. او شفتي شلون؟ لما بقول لك جذبه وخوبه ما بتصدقيني. الو مرحبا، كيفك ابو خليل؟ انا لينا مرته لعدنان. ممكن تنادي لي؟ وينه؟ بالاجتماع؟ ايه شفتي شلون بالاجتماع؟ اي لا تفرحي كثير، قولي له لهذا اللي عم يستر عليه، اعطيني جوزي انا عاوزته ضروري ضروري. ماشي. ايه ابو خليل لا تواخذني بس طفت الدوله، ممكن تنادي لي وتقول له انه انا عاوزته بشغله كثير كثير ضروريه ما بتقدر تستنى؟ شحو راح ينادي له. لا تفرحي كثير، هلا بيطبش هالسماعه وبيعمل حاله قال يعني انقفل الخط. معقوله؟ معقوله، اساليني الي حصرت ياما مقفول الخط بوشي. مرحبا. اهلا. استاذ عدنان موجود؟ ايه. يا ريت تنتهي له بسرعه بس لانه زوجته على التليفون بده اياه. لحظة شوي. لحظتين وثلاثة وأربعة وخمس لحظات. جاب كلب معه؟ مكبوه كلب يا اسمع تعالى تنبأ. شوفي مرتاح على التليفون بدي اياك. شو بدها؟ شو بعرف مين؟ أخي أنت ما كانت تتصل. ألو أهلين للوش، خير شوفي؟ لا حبيبي ما في شيء، بس حبيت اطمن عليك، مطول ليخلص اجتماعك؟ ما بعرف، جدول الاعمال كبير كثير، في شيء قولي لي. لا بس يعني اذا انت مشتاقتي لي يعني كثير مشتاقتي لي بترك الاجتماع وبجي. كم للوش عندي انا؟ لا حبيبي خذ راحتك خاطرك. مع السلامه. غريبه انا بالعاده التصوير أكيد مشتاقت لي وحاببتني. إيه إمتى نعيش ونتجوز ونصير مثله؟ تشتاق لي. لا تزعلي مني وفاء، أنا بثق بعدنان، من بيته لشغله ومن شغله لبيته. مهما قلتي، رجال طبعة واحدة، استغلوا. اجت النابلسية. لينا 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 ايه شو انا كم مرة صرت منبه عليكي انه هي ما تشاف ليها بنوبة وفاة؟ كم مرة؟ ايه حبيبي يعني بدك يعني ضل محبوسة بين اربع حيطان لا حدا يشوفني ولا انا اشوف حدا؟ مبين عليها من نظراتها انه رميت بلا وخربت بيوت العامرة. قلت لك لا تشاكليها، يعني لا تشاكليها، سكي خدي من ايدي. طول بالك، اكيد جوعان، فوت حبيبي، فوت غير اواعيك لحط لك الاكل، اخذ الجريدة. ما بدي اعطيك الجريدة. عدنان؟ بتعرف؟ فعلا انت الوحيد اللي كشفت لهالمخلوقة، يلي بده يمشي ورا كلام جارتنا وفاء بينخرب بيته. ألو؟